في الفيديو ده هنتكلم عن غاز الميثان. ده أبسط أنواع الهيدروكربونات وصيغته الكيميائية CH4. هو أحد أنواع الوقود المهمة. عند حرق جزيء واحد من غاز الميثان في وجود الأكسجين بينتج جزيء من الكربون ديوكسيد واتنين جزيء من ال H2O. غاز الميثان أحد أهم الغازات اللي بتتسبب في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، وقدرته على ده 25 مرة قد قدرة الكربون ديوكسيد. يتم استخراج غاز الميثان من الرواسب الجيولوجية، بيكون موجود مع أنواع الوقود الهيدروكربوني الأخرى، ويمكن الحصول عليه من المستنقعات بنسبة 23% أو وقود الحفريات. لما جيف الحيوانات بتبقى على الأرض وتكون عليها طبقات أخرى من الأرض وبتبقى لملايين من السنين، ونحصل على 20%، ومن عمليات الهضم نحصل على نسبة 17% بالطريقة دي. يمكن تحضير غاز الميثان عن طريق تفاعل CbT، هو تفاعل الهيدروجين والكربون ديوكسيد في درجات حرارة مرتفعة وضغط مرتفع في وجود النيكل كعامل حفاز. وطريقة فيشر تروبش دي أصلا مجموعة من التفاعلات، تفاعل الكربون مونوكسيد والهيدروجين عشان نكون أنواع مختلفة من الوقود الهيدروكربوني السائل. تم اكتشاف وجود الميثان في أماكن أخرى غير الأرض، مثل الغلاف الجوي للمريخ أو في زحل، وكذلك في أقمار كوكب زحل، وفي أقمار كوكب أورانوس، وفي أقمار تانية موجودة في المجموعة الشمسية.